الحمد لله. فرحان؟ الحمد لله فرحان شديد الحمد لله. شو تقول للحكومة العراقية؟ والله أقول لهم بارك الله بهم جزاهم الله خير يساعدوني. أريد رسالة عندك الشعب العراقي تابعوك كلهم العفوك. تدري نفسك سويت مشهور ولا لا؟ لا. ما تدري؟ كان مؤثر بالسوشيال ميديا بالإعلام اللي كان موجود بالفيسبوك، ففورا كتبت الهيئة رعاية الطفولة كوني سفيرتهم واستجابوا الهيئة وصارت المراسلات الرسمية يعني من الهيئة صارت إلى وزارة الخارجية. أريد أعيش حياتي، أريد أتعالج، حالي حال هالشباب.